تصبح على خير. ليلتك زينة يا صاحب، رد بالك على روحك، صوت الفيل يخوف الليل. ايه استنى استنى. السلام عليكم. اهلا حمد. منين جبتوا هذا؟ ما تفرجش يا ابن عم ليش؟ امي امي اللي سامحني عندي ولدي ما روحش للدار، جيت فيه للغادي. يا خديج شو تقعد تحكي معي بالعشرة ويف؟ مين دور لك الكفن؟ شو الخدمة هذه؟ سي با سيريو ها؟ ليه مين جبتوها هذه؟ مين جبناها؟ هذيك سبونسور رماها على قلب الناس الكل. شكون سبونسور؟ رضا الأرانب، رضا الدجاج، رضا التليفونات، رضا البسكوي، رضا الهوال تتنفس فيه. يعطيك الصحة سارة. لا لا عندي سخانة وحاسة روحي تعبت باش ندخل نرقد. عندي قداش مني نعرف؟ عمري لا شفتك اختفت حاجة ولا عطيت حاجة. خرجت معها. كان جيت مع رسالة وعندي بنوتة في عمرها. تعرف تضحك وتقولت لي محلوة. ها؟ على خاطر انتي ما تضرب كاشبر وصغير وعلخ. أظهرني كل شوية موز. كاميرامان عرفته في التغناش. وقلت له؟ ليه مازلت؟ فمشكلة صغيرة. ما عرفت. هذه سميتها مشكلة صغيرة؟ علاش لا؟ كي نطلع عرسو غلطة ينجم صلحها معايا. نجيبك حاجة تشربها؟ لا ميرسي، اقعد. سارة يا اخي رضا السلامي شكون اللي هيلو بالبيبليسيتي نتاعو؟ ما نعرفش. كيفاش ما تعرفش؟ تي توا كي وليت ممثلة راهو الحكايات هذوما لازمك تتبعهم. بون تبع التمثيل هذا؟ تي هذا هو التمثيل. سميح هكا ولا هكا امبوسيبل رضا ما يخلينيش. مالك كيفاش عملت الكاستينغ تاع المسلسل؟ بالسيف يمكن 6 اشهر وانا نمرش فيه. باهي كان سحقت في قضية. دس فاسك معايا. شنو؟ ماذا بيا نخدم معاها سبوت تليفونات تاع رمضان الجاي. ميسار ستار كيفك انتي؟ تستنى في انا باش نتوسط لك مع رضا سلامي. مشي لوحدك ولا مشي لاجونس تو يفرحوا بيك على الاخر. يا على خاطرني انا ستار كيما تحكي انتي ما نجمش نمشي لهم انا. على خاطر كي نمشي لهم نخدم سوم. وكان يعيطوا لي هما نخدم سوم اخر. وانا ماذا بيا نخدم سوم اخر. انت قاعد تتغل فيا ولا انا غلط؟ انا نستغل فيك وانت تستغل في رضا سلام وذيك الدنيا. هاي دوك علي كي برا زم. شنو باش عادي بسهرية في السهرة؟ والله تعب تعب هك ديما تعب اللي مات الاخر. يظهر لي حكاية التمثيل موال ما تكشي. ملي بدي تصور هيك مرضت انتي هاي مرضت امك هاي جات بتبح ذاك هيك تعبة هيك نقص النوم. ايضا يحماش عليا علي ذلك فما حاجة تغششني. لا انت بغشك حتى شيء. انا جد بابا منيح نقوم 6 نتاع الصباح يزمني كنروح اخر النهار نضحك ونلعب كانش تغش. درت علي كنت طالبك ولي طلبتني علي ما عنديش حق. هول تغناج لي يا رام منيش مستانس انا بريت من قوي حط باش باش بيا تقول لي كلمة حلوة. شنو كل ما نتقابلو تبدا تحسب لي وتحاسب فيه. يا اخي هاربين على بعضنا رضا احنا. انا ولا حتى في التغناش خمم فيه. فاش تخمم فيه؟ تفهمت مع لاجونس على الكامبان بيبليسيتير تاع رمضان. كان تخمم في سوى سبوت بيبليسيتير انت؟ لا لا معني في سبوتات. اما عندي فكرة طيارة. هاك ولي تفهم في الاشهار. نفهم خير من لاجونس اللي تخدم معاها. اللي قداش من عام توا فرد افكار بيت هاي بقره تاكل في الحشيش ولا طفله تتكلم في التليفون حتى لين يطلع منها. تعرف فيصل لاشقر ملي خرج المسلسل نتاعو ظهر بمجرم ولا كارك تو بروفيت دو سون سوكسي. تو نحكي مع لاجونس. كان باش تقعد تحكي مع لاجونس تو تنسي وانتم مازلتوا تحضروا في السبوت كاركم توا تتفاهموا معاه مادام الكوتا نتاعو مازال طالع. هيك متحمست له برشا السيد. نسيت حق علينا الجارية نتاع سيدي. ما عنديش الحق نحكي في حكاية سيريوز ولا نحكي في خدمة.
يا اخي تخيلني بيه مريضة هكا. تريك تغششتها. ما تغششتش ونسيها حكايتي صار لها شغل. لا ما ننساهاش. مقاينة حتى 3000 فرنك ما دبرتهمش. ظهر لي الكريز وسلنا يا صاحب. انا فلوسي وفات وعندي جمعة نصرف من عندك. مش مشكل برا لدارك مدبر حويجة بعد ارجع كان تحب. ريتني انا نموت بالجوع ما ارجع ليش الدار. سمعتني؟ مش مشكل انسلكوه. يا اخي انتم عايشين كان بالطلبه؟ كيف تقاين علينا نعمل حاجات اخرين؟ مش نوم على الحاجات الاخرين. اخطاك مش متاعك. عطتني نظفت لها الدار وعملت لي عجها بالمرقيس. شكون هي رفاق؟ مرا عزوزة تسلم وحدها ورا الانقاذ. اسمع سيدي سي صار الاشقر ياكل معنا في العج. ما حسبك الهدر يخلي يحكي عليه واحد داو. وخالك منين يعرف؟ يخدم معاه. فيش يخدم معاه؟ في التلفزة في السينما. خالك ممثل؟ لا. متقوليش مخرج؟ لا. انا عرفت. خلوا ليك اللي تريح في غض البطل. صحيتك يا فالح. ملا هون تخالك فيش يعرف؟ طبيخ. طبعا طبيخ في السينما. ليه خالو يمثل طبيخ. لا خالي شيف كوجيني هو اللي طيب للكيب كيف يبدو في التراج. يا اخي تحسبوا الممثلين والمخرجين اللي ياكلوا اللي يشربوا عايشين بالهواء.
معناها خالك يوقف الممثلين الكل وانت جاي هنا تحكي فينا على طرف خبز وعجه. علي نحكي فيك؟ جبتها من دار بوك العزه. اسمع سكر فمك، السبب ما عادش تجبد على فمك. باهي خوفتني، ايش عندك ما تعمل لي؟ خير لك راهو خير. عز هبط يديك خير. صلي على النبي. بابا يبدا في صف لصلى ومرته مثلي هناك، وبعد يعطيني 5000 لطالت 10000 وكل برا روح لامك. اذا امي رجلها مش في الدار دخلني بدوش تبدل لي دبشه تقولي براتي. كان رجلها في الدار سكرني من قدام الباب. ولا عباد كيفاش ينجموا لها اولادهم؟ مش منهم يا صاحب، هكا الدنيا حابه وبيناتنا هكا خير. مرت بابا ما نحملش كذبه وتراهدين، ورجل امي لو كان عندي معاه نهارين انا ندخل بسكينه يا هو يذبح. ومروان؟ مروان حل عينيه في مرج، عنده شهرين من اللي هرب. وعزيز؟ عزيزه جابتها امها عمرها 14. مال ابوها قداش عمره وقت؟ ما نعرفش، ما حكيتلناش عليه. وما فين؟ طيب علاش ما تمشي ليه؟ امها دبر في راسك، اذا عندها صغير في جناحها طوح. ومعز؟ معز ابي عنده برنامج يفطق، مرته كل عام تولد. نهار لي عنده 20 صغير، اللي يوصل عمره 6 سنين يقيده. في المكتبة؟ في المكتب، في الشارع يطلب. ولا ناس يخدموا في الديار، والرصيد تجي كل جمعة، إذا واحد بطالب بالفلوس، يجبدوا من تحت اللطاية كله قلبه بتريحة شدوا حي سايبوا مي. أنا كنت في بالي لكلكم يتام، يا أخي هاي طلعت الكل بباتها ومات. وانت يا صاحبي؟ تي أنا حكايتي ما تبعتش برشا على حكايتك. بابا توفى وأنا صغير، أمي سافرت الخليج مع رجلها، وخلوني لماماتي وخالي هو اللي رباني. خالك اللي يخدم معاه السعر الأشقر، ولا تخالك باينة معاك؟ ما جابش صغار ولا مرته ما تجيبش، تي حصيله ما نعرفش عليها. أنيس عسلامة. عم صالح عسلامة، طلبك شاهين؟ ليه ماني قلت لك ما كلمنيش؟ زيد تفكر عايش ولدي، فماش واحد من صحابه ونسيت ما عطيتنيش المرور. والله مخي حرقت، اللي نعرفهم الكل درت عليهم واحد واحد، شي لقى لي واحد ريته من نهارت. باهي مالك كيما تفهمنا، إذا سمعت حاجة هكا ولا هكا ولا واحد من صحابه طلبك إيش أقول لي. تهنى عم صالح، أنا وعدت. فين اخبرني يا نار؟ لو كان تجرى حاجة لولدي يا خيال، نعمل سبة في روحي. قول لوليدي يا يقولك دجاجة؟ من جيتنا الفلوس؟ في تار تصرف. كيفاش تتصرف؟ ها هو فطور.
السلام معلم تسبر تابا. لا بابا. معلم تخبر تابا. السلام معلم تسبر تابا. سلام تخبر تابا معلم. سلام اخت تسري برتابل معلم تسري سلام خويا تخ معلم بيك وحدك. ليش؟ افترت؟ عجبك الجو في التورناج؟ بس انا ما قلقنيكش ولا حاجه. ليش هبا؟ قري مسرح انت يا. ايه. مش عاملين معك كلام. صباح عاطف قال لي عندك بيس حاضرة. اي مبرمجين عرض قريب؟ لا مالك تبرمج بربي يقول لي ماذا بين نشوف البيس كان ما يقلقكش بالطبيعة. لا علاش تقلق؟ سنة منك انفيتاسيون هذا ماذا بيا نشوفك شخصيا. علاه؟ تحب تتأكد لي أنت ما غلطتش كي عطيتني الدور الهي في المسلسل نتاعك؟ أنا عمري ما شكيت فيك كممثل. هذاك علاش عطيتني دور يمينة وبعد نحيتهولي؟ التلفزة فما اعتبارات أخرى، على كل حال موش هذا موضوعنا، أنا جيت حبيت نقول لك اللي أنت تعجبني برشا. سامحني؟ أنا أول نهار شفتك فيه نهار اللي حفظتني كالتمثيلية اللي باش نلعبوها المخرج. وبعد خرجت قدام القهوة عملت لي عراوي قدام الناس الكل. من نهارتها التصويت قعدت في بالي وما نجمتش نحيها من مخي. نعرف اللي قاعد نحكي فيه إني با بروفيسيونيل ديتو أما ما نحبكش تفهمني بالغلط. لا علاش؟ بالعكس تخي بروفيسيونيل.
انت قاعد طبعا في شيما كلاسيك متاع المخرج اللي بزنس في الممثله الجديده متاعه. اي كيما نخرج معاك شو تعمل لي؟ خلينا نعرف علاش قاري اذا لي تو ما عادش نجم نصحي لي دور. قلت انت باش تخلصني بالنهار وتلمني اكثر سيكونسيت في اقل ايام التورناج. كنت متصور مخك اكبر من هكا برشا. تتصورها قاعدة انت اي مخرج يحب يقرب الممثلة معناها نيته فاسدة ولا يحب يعدي بها قيد ولا رابور دو شونتاج كما تحكي بيه انت. عليه المخرج ما عندوش الحق باش يحب ممثلة. باش ندخل الحب في موضوعنا. على خاطرني نحبك. تحبني نصدقك؟ معلش ما تصدقنيش. على خاطر ما عنديش ثقة فيك. عديت عندك كاستينج وقالوا لي عجبتك. حتى كنت راتويا بعثتولي وصححته. من بعد ناحيت لي الدور. وتقول لي علاش ما عنديش ثقة فيك؟ توجو فيها تنجم نمشي؟ كنزة. أهلا وليد. حاجتي بيك لها. متسلمش قبل. سامحوني على السلامة. سونيا، حنين، كريم، وليد. شرف. تي فينك؟ هاي. شكون يكلم فيك في التليفون متنزلش عليه؟ فيدا، ما نكلم حد. باين عليك فيدا، من بيتك ما خرجتش. خرجت مع صحابي نبدو في الجو. شكون مشيت تشتاقلك؟ ما ظهرليش، ما عرفتش شكون قالك. مشيت لليسي نور قاتلي. شكون كيفي عندو تغوكار دو كور؟ ما في الدار، نور في الليسي وانت في الشارع. كنزة شبيك تحكي معايا هكا؟ مبين شي عليه. حسيتك تبدلت معايا المدة الأخرانية. ما تبدلت لا شي، ماك تعرف. ما بين القراية ولي تورناج. كها خرجت مع صحابي نبدل في الجو. ما كنتش تنجم تبدل معايا انا الجو. بيه وليد اش تحب انت دا؟ نمشيو للاستوديو. ما قلت لك عندي قراية. قراية في القهوة؟ بيه نمشيو للاستوديو اما نبداوش. اللي حكيتولي على التورناج كل طلع صحيح. دومين خامش الباب الخير في كل بقعة. اما انا نعرف بنتي راشد نجم تستحفظ على روحها. مانيش نحكي على روحي انا، ترى قربني واحد منهم والله ما ماني كلو قلب. وسع بالك وسع بالك يا بنتي، كان مش تقعد هكا تغرق في العباد. يجي نهار تلقى روحك وحدك، القلب يعطف عليك ولا ذراع يحميك. القلب يعطف عليا ولا ذراعي يحميني؟ وانا هذا اللي شكون خليته؟ هذا مش باش يدوم لك العمر الكل. فيه البرك. فما برشا عباد عاش عمرهم الكل محرومين من الطعنيقة هذي. خنقني راهو. ما حكيتليش على التورناج نتاعك. ذكرها الطفلة اللي تلعب يمينة. وش هذه نحاولك تدور وعتور على هي قرشني قال ياسر حليلتها؟ منين جبتها ياسر حليلتها؟ هذه زتها من عندك. ايه ظاهرة الحكاية. ملا نقول لك ما عندها حتى طرف شعر. بيس لونية بصلة صفرة لحمة بلا روح طرف لي. اوه بشوية يا بنتي على بنت الناس، شو عملت لك هكا؟ حلت لي بها حارود زازار. ايه؟ مرمية روحها على ويصال الأشقر. وش يهمك في جد بوه انت ويسال الاشقر؟ ولا بالكش ولا شنو؟ اش حرق شعيرك انت؟ نعرفك ملي صغيره وانت تحبه مع القتل وتصاور ومغرومه بيه. حسان ما تبداش، ما كانتش ما عادش نحكي لك حتى شيء. اي صبا صبا هذا شيء نورمال يا اخو. كانك كنت صغير كنت مضروب في زوز. فانيسا ريد كريف ومامسي فارمر.
مش كيف انتي ما خدمتش معاه، قعدوا ديما تصويره فكره في مخك. علاش سي وصل نشكر ما عادش تصويره في مخك؟ نعرفش عليه تقلب علينا السحاب، مش هذا الموضوع اللي جيت باش نحكيه لك. اسمع فيك المخرج احمد رضوان. شبيه زاد مشكور رامي روحه هذا؟ مازال مرماش اما بدي يذبل في عوينته. يذبلك لك انت؟ عليه ما تجيش؟ لا تجي، اما طفل سمع بيه دوبو دوبو روحه ما عندوش الفازات هذوما. ها طلع عنده كي رجال الكل. اش قالك؟ ايش نشربوا قهوه؟ بدي هذي مازال ما قالهاش. اما حقها باش طلع يعرفك يعرف لي بنتك. توش الكل تعرف لي انت بنتي؟ تعرف اش قال لي زاده؟ اش قال؟ ما نذكرش مليح، اما بما معناه كان متتحررش من افكار حسن المنور الرجعيه عندك وين توصل. هكا هكا قال حاجه كي هكا؟ قال افكاري الرجعيه حقيقه. الحقيقه اللي تبر عندي كي تحكي حكايه حكايه بالكدا ولا اسكت؟ ما قلنا ما قالهاش حسونها. بلا مش رجعت فرج في الديسا انيمي بتاعك، خلينا نخدم شويه على روحي. رجعت برف مع دليل؟ رجعت حق بشد لي تكست بعد شويه. على راسي يا تجراسي. هذيك فجرتك زي ما كان في التقشقيش، على راسي يا تجراسي. ايه ده يا اختي؟ شرباح الفش نحناح. ريت ريت ريح. شكو موتو يا حلو يا با. عيونهم وشفايف القط. تربح على فش محنوح، شربح على فش محنوح، زغرت له يا قرفوح. ويختي اسم الله علاش تحماني؟ عليك شرق ليش؟ تعرف شاهين انا كي نكبر نحب نولي كيف تفرج في المسلسلات بتاعه كيفية البنات يلعب بها ملعب واحدة شعلها والاخرى تطفيها. نخاف الفيزيك متاعك ما يوصلكش يا صاحبي. شبيه الفيزيك متاعك؟ اما انت طلعت حقار برا الزمة. يبيه يجز تيجز عاد ما تغسس يا حمد. ايش بيك متغشش تا وانت؟ متغش على خاطر ما نحبش تكون يحق الرجال، وانت طلعت حقها. شبيه الفيزيك متاعي؟ يا خويا شي ما بيه الفيزيك متاعك وسامحني من الفور. بالله برا مشي فور. يا كاو عاد يا حما هاني قلت لك سامحني. يا خويا بيه يسمعني. اليوم باش ندخلك البلاصة عمرك لا دخلت لها في حياتك. تلعب فيها تعمل اللي تحب. المهم سامحني. البلاصة هذه بالفلوس؟ يما لا بلاش يا حما. والفلوس منين؟ حتى فلوس البورتابل وفوق شي ما كفايه تعال نتصرف. هاي هاي أهلا برمز سافاش نحوال كيف حالتك؟ كيف كنت وشعرك ديك الباب؟ تي كنت نكاور مع ولد صحابي بيلا كلمني خالي وجايب لك معايا خبير بشي فرح. ما تقوليش حالك حكايه هذيك هاي التصاور اللي بعثتهم لي باش نمدهم الخالي يهزم المخرج يشوفهم. المخرج شافك وعجبته على الاخر. ماني باش نمشي نعمل كاستينج؟ حسب ما حكيت مع خالي ذولي ماكش باش تعمل كاستينج، باش يعطيوك دور ديريكت. شين تحكي بالرسمي؟ تي بس اسمعني يتحللنا زوزة راح انا وصاحبي. هذا صاحبك؟ ها مدير مش عاجبك حتى انت الفيزيك بتاعي؟ حم اغسل حط صبعك هذا لهنا صبعك هذا لهنا صبعك هذا لهنا اغسل كيفاش الجبل. كيفاش هكا؟
هكا. شاهين ثم الزب ما تتزروا. مش تحبني نعمل لك؟ برا مشينا. ليه يا دي سايبة علينا؟ عليها شبيه. اختان اختان. مش باهين. باهين هو ماما. مش كل كي تحلى في عيني طفلة من واخرش. برسم كل شيء تصدقه يا حمو. صليح اش بك دايخ؟ انا يا حسين سامحني. اسمع تعاركت انا ولدي على حكايه ما لها معنى. هز روحه وخرج من الدار والحكايه عندها جماعتها. ما عملتش بلا في الشرطه؟ عملت وحسب قولهم لوجوا السبيطارات الكل وما لقاو حتى شيء. بعدين قلت تعرفش حد هكا في الداخليه يتكلم عليه. والله بحول الله نشوفوها الحكايه كيفاش. انت شنو المركز اللي بلغت فيه؟ في المركز بتاعنا بتاع الكرم. تعرفش كيفاش؟ يا حسين يا اخي كان جيت نعرف كيفاش ما نسالكش. باه عندي واحد حبايب تو نكلمه ونشوف لك الموضوع بالضبط. يرحم والديك. وسع بالك عاد. عايش. باي نارك طيب. نارك زين. ربعينك يا حسين. فما حاجة؟ ما عجبتكش في السيكونس؟ ليه بالعكس هذيك صح. حبيت جوست نقولك سامحني على اللي صار البارح. حسيتك نزيتك شوية يعني. ما فما حتى مشكلة. ما صار شيء. أنا بيدي كنت على عصابي وكثرت لها شوية. سامحني. ليه أنا ما تخششش منك فما حتى مشكلة بالعكس. ما نساوي حكاية الدور اللي بدلتهولك. باهي مالا خذ لي موعد مع سي حسن نحب نجي نخطفك.